السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد وفراخ جديدة أهي زي ما أنتم شايفين. يلا كده بسم الله يا جماعة ونشوف الفراخ بتاعتنا وعملوا لايك. يلا كله بقى اللي يشوف الفيديو بتاعنا يعمل لايك وتعالوا نسمي الله عشان نقول لكم هنستقبلهم ازاي وهقول لكم برده سعر الكتكوت قد ايه النهارده. خلي بالكم يا جماعه برده اللي عايز يجيب بقى دلوقتي يبدا يجيب لان كده ما بتهقلش ان سعر الكتكوت هيقل. الكتكوت سعره يعني بقى له كام شهر مش هيستنى. يعني احنا بنقول احنا بقينا قبل رمضان اهوت خلاص اللي دخل ما فيش فايده برده الاسعار زي ما هي. بسم الله كده يلا ونقول لكم هنستقبلهم ازاي. السعر النهارده يا جماعه ب 12 جنيه ونص. يعني خلي بالكم محدش بقى يقول لي هستنى شويه، لا مفيش حاجه اسمها نستنى شويه، مفيش حاجه يا جماعه اسمها نستنى شويه. الكتكوت النهارده يعني السعر مفيش، عمرها ما حصلت ان الكتاكيت تفضل الوقت دوت وهي شده كده. كنا بنيجي قرب رمضان كانت بتبقى السعر كان بينزل خالص، بس الايام دي مفيش كده حاجه اسمها ايه يعني السعر هينزل. فاللي حابب بقى يبدا يجيب معايا ويربي يلا يا جماعه كده ان نبدا الدوره مع بعض. انا كنت يعني كتبت لكم امبارح كده على المنتدى ان انا هبدا اجيب دوره ان شاء الله من يوم الخميس، والنهارده انا جبتها اهي عشان كان في ناس بتسال لو انت هتجيبي اكتب لنا وقولي لنا. فانا برده ايه كتبت لكم وقلت لكم عشان لو انت حابين تبداوا دوره معايا، لان خلاص ان شاء الله كلها بقى اسبوع وهنبدا نخلص الدوره الثانيه ونشتغل باذن الله في الدوره دي. فالدورة التانية ان شاء الله برضه هبقى اصور لكم عليها حلقة، فان شاء الله برضه هتنزلكم يا اما النهاردة يا اما بكرة. فان شاء الله برضه الحلقة يعني هتنزل بتاعة غير العلف عشان الناس اللي هي يا جماعة يعني قالت احنا عايزين نغير طعم العلف بقى. فان شاء الله هعمل لكم الحلقة ديت باذن الله. تعالوا بقى كده النهاردة يلا نبدأ ونشوف الكتاكيت بتاعتنا، قلتلكوا على سعرها. والناس اللي حابة تعرف المواصفات الجيدة للفراخ هقول لكم برضه يا جماعة، لان في كل دوره بنستقبل فيها كنت بقول لكم. فالنهارده برده عشان في ناس طلبتها هقول لكم المواصفات الجيده بتاعه الفرخ. زي ما قلت لكم اول حاجه ما تكونش الدوره اللي فاتت كان عندي فرخ كانت الصوره بتاعته ملتهبه، بس الحمد لله عاش وراق وبقى كويس. يعني انت لو انت جبت فراخ الصوره بتاعتها ملتهبه كده ولا حاجه محدش يا جماعه يقول لا ده خلاص وتاهملي فيها، والله بتروح. يعني انا كنت جايبه الدفعه اللي فاتت دي كانت من مصدر تاني، انما الدفعه اللي انتم شايفينها ديت ده من مصدر الاولاني اللي انا كنت بجيب منها الاول اول حاجه خالص اللي هي بسم الله ما شاء الله اللي هي بتدي اوزان معايا تمام. فلو انت عندك الفرخ صورته ملتهبه ولا حاجه ممكن باي مرهم مضاد حيوي وبتدهني بتنشف وبتروح، وكنت وريتها لكم. اما بقى يعني انت عايزه تعرفي المواصفات الجيده بتاعه الفرخ لازم يكون الفرخ معاكي ما شاء الله كويس زي اللي انتم شايفينه ده كده، ما يكونش ناشف، ما يكونش رجليه معصعصه، او يكون بمعنى اصح رجليه يعني بتبقى ناشفه كده وفي عرق ازرق، لا زي ما انتم شايفين هي تحس ان الرجل بتاعته يعني متختخه وبتلمع. دي اول حاجه في الفرخ الكويس. تاني حاجه بتبص كده تحت شوفي لو لقيت الفرخ هنا سرته بارزه ده سيبيه ما تجيبوش، ده بيبقى فرزه تانية ما انتش مجبره ان انت تجيبيه، لان انت بتجيبيه بسعر غالي ومش مجبره ان انت تاخدي الفرخ اللي هو صورته ملتهبه ده، وفي الاحسن ما تجيبوش خالص تمام. دي اول حاجه. شوف الكتكوت دايما اللي تلاقيه فاير معاكي وحلو، ما تجيبيش الكتكوت اللي دايما تلاقيه واقف كده بيسو على طول. الكتكوت اللي تلاقيه بيسو ده طول ما هو واقف يسو يسو ده واقف ينعز ما تجيبوش تمام. فزي ما انتم شايفين يا جماعه الفراخ اهيت بسم الله ما شاء الله جايبه لهم علف بادي، ده علف بادي لان طبعا بنستقبل الفراخ على علف بادي، بس المهم يكون علف كويس نظيف. يعني محدش يجيب علف رخيص بقى ويقول عشان يوفر معايا الدوره، لا يا جماعه ده مش هيوفر معاك الدوره، ده هيخلي الفراخ ممكن لا قدر الله تتعب منه. فاحنا الافضل نجيب اي نوع علف كويس موجود في السوق. ما انتش عارفه اول مره تربي روح لبتاع الاعلاف قولي له انا عايزه يعني نوع علف كويس امشي عليه بطول الدوره، هيديكي برده علف كويس. ده كده اول حاجه. تاني حاجة بقى احنا بنستقبل الكتكوت ازاي؟ زي ما قلت لكم انا بحط كده الاول بجيب حاجة زي طشت كده او حاجة واسعة، عندك كرتونة متوفرة دلوقتي حط فيها كتاكيت. يعني هو الكتاكيت دي عشان انا حطها في طشت كده فهي تحس ان هي سقعانة شوية، يعني يا دوبك لسه يعني اول مرة استقبل الفراخ دي معاكم، لسه الفراخ جاية هي لا كانت ولا شربت، ده اول مرة اخرجهم من الكرتونة زي ما انتم شايفين. فالمفروض كنت انا احطهم لان الجو النهاردة برد شوية وفي هوا، كنت انا احطهم في كرتونه وادلهم لمبه على طول تدفيهم، بس انا قلت عشان الحلقه تنهي تنزل لكم
هستقبلهم كده في الطشت الاول، وبعد كده ان شاء الله هحطهم في الكرتون على ما اوفر الكرتون عندي. عندك انت كرتونه جاهزه، الافضل انت بقى توصلي نواسه حلوه كده ليها 40 واط والكرتونه، وتحط لهم الاكل والميه يشربوا، بيكون افضل يعني، وتدفيهم على الاقل يبقوا دافيين وحلوين. اما الناس بقى يا جماعه اللي هي بتقول هم الفراخ عندي ما بتعرفش تاكل من علافه وهو لسه في البدايه كده، انت ممكن يعني في اول يوم زي ما انا استقبلت كده رش لهم على الارض كده على رس ما يعرفوا ينقروا، لان الفراخ بطبيعتها بتحب تنقر. عندك وعيه واسعه، الوعيان الواسعه اللي هي خاصه بالفراخ ده يا جماعه، ده بتباع عند اي حد يعني، جماعه اللي هم البيطريين بيبيعوا الوعيان ديت اللي هي تبقى مسطحه دي، ممكن تجيبوا لهم ينقروا فيها كده اول اسبوع ولا حاجه، وبعد كده ان شاء الله نحط لهم العلافه. تمام، ده كانت اول حاجه. تاني حاجه بقى، انا بستقبل على ايه يا جماعه؟ بستقبل على ميه بمحلول، ما بحطش انا ميه بسكر، عشان الناس اللي هي بتقول لي انا بحط ميه بسكر، لا بحط كركم، لا الكلام ده كله يا جماعه بلاش خالص. ويعني هو بص هو كويس يعني، الميه بالسكر كويس بس الاحسن بيكون سكر خفيف. الاحسن بقى من الميه بسكر والعسل والحاجات دي كلها كيس المحلول معالجه الجفاف، ده احسن حاجه انا بستقبل عليها الفراخ، وده فعلا اللي انا بستعمله على طول في اي دوره، عندي بط طالع عندي فراخ طالعه، ده المحلول ده دايما انا بستعمله. ليه؟ لان المحلول فيه كميه عناصر كتير جدا، العناصر ديت ده بتعوض الفرخ عن اي نقص عنصر او اي حاجه، فبالتالي بيبقى كويس عن الحاجات التانيه اللي هي البدائيه اللي احنا بنعملها دي. انتوا بقى يعني لو ملاحظين معايا اني عماله بكلمكم وسايباهم عمال ينقروها، ما ينفعش ان انا احط الميه يا جماعه اول ما الفراخ تيجي على طول ويشربوا منها، لازم الفراخ تسيباها في مكان زي ده كده وينقروا كده شويه علف الاول، بعد ما ينقروا العلف يعني تحس ان معدتهم بدات تاكل علف، ما تاكلش ميه كده على الريق لان كده ممكن يتوبوا الفراخ. اهم حاجه لازم يكونوا واكلين شويه علف كده الاول في معدتهم، لان هم جايين بقى على معده فاضيه، فما ينفعش ان انا اقول لهم خدوا اشربوا ميه على طول كده، ده تتعبهم. تمام، فاحنا اول ما نجيب الفراخ لازم اسيبهم 5 دقايق ينقروا شويه كده، وبعد كده هجيب لهم ايه المحلول ده يا جماعه، المحلول بتاعنا اللي انا بجيبه من الصيدليه اسمه محلول معالجه الجفاف، ده بيجي من الصيدله البشريه علشان الناس بس اللي هي بتسال. ده يا جماعه محلول العلبه بتاعته اهيت، ده العلبه بتاعته، يعني انا بجيب علبه كده على بعضها بتكفيني يعني، بتكفيني على طول، حتى يمكن لسه في بقيه اهيت اللي ده بقى العلبة اهو، خدت منه كيس، الكيس دوت انا بحطه على نص لتر مية، الكيس اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة السقاية دي بتاخد نص لتر مية، فانا بحط على نص لتر ده بحط المحتويات بتاعة الكيس كلها اهي. خلي بالكوا برضه محدش يستغرب، لان في منه نوع ابيض وفي منه برتقالي، يعني حتى لو انت حطيته ولا حاجة والنوع اتغير معاك المية. الميه برضه يعني في حاجه مهمه، الميه بتكون دافيه شويه، يعني يوم النهارده كده اليوم ده فيه هواء، فيه هواء يعني تحس ان الجو برد شويه، فالافضل ان انت تدفي الميه حاجه بسيطه زي دمع العين خالص كده. تمام، عشان برضه الفرخ ما ينفعش ان هو ياخد. فدلوقتي يا جماعه حطينا الميه اهيت للفراخ اللي هي فيها محلول يشرب. حبسي بقى يعني، انت مثلا لو انت ما عندكش كرتونه اكلوهم يعني، يفضلوا كده شويه ياكلوا ويشربوا، وبعد كده احبسيهم على ما تجهزي لهم المكان بتاعهم. جهزي المكان الكرتونه وحطي فيها النواسه وسيبهم بقى في الكرتونه على طول، ما تشيلهمش من الكرتون، يعني دول يعتبر في فتره تحضين كده او في يعني ايه فتره حنان، فنخليهم بقى في الكرتونه لغايه مثلا 4 5 ايام يتحضنوا في الكرتونه، بعد كده انا بخرجهم في البلكونه اللي عندي بره دي زي ما انتم شايفينها. فان شاء الله على ما تخرجهم هيكون انا خلصت الدوره اللي بره ديت، يعني باذن الله كده بالكتير يا جماعه الدوره اللي بره ديت احتمال اسيبها 5 ايام بالكتير قدامها، وبعد كده ان شاء الله هذبحها، وقبل ما اذبحها برده هكون يعني ان شاء الله عامله لكم الفيديو اللي هي الناس طلبته ازاي بحط العلف او بغير العلف، ان شاء الله هعمله لكم برده. على ما بحضرهم حوالي 5 6 ايام كده في قلب الكرتونه هيكون خلصت الدوره ديت، وطهر مكانها بقى وانضف مكانها قبل ما تنقلي اي طير يا جماعه في قلب اي مكان، بالذات الفراخ البيضه ديت لازم تكوني مطهره المكان كويس جدا بالكلور بقى بالصابون، نضفاه خالص علشان حتى لو في اي مكروب في اي فيروس مكان الدوره اللي فاتت، حاجه زي كوكسيديا زي اسهالات الحاجات دي كلها طهرها بالكلور خالص، نضفي خالص قبل ما تحطي الدوره عشان الدوره تبقى ماشيه معاكي مظبوط. يبقى احنا كده يا جماعه يعني قلنا لكم احنا بنستقبل الكتكوت ازاي، وقلت لكم برده على مواصفات الكتكوت كويس،
خلي بالكم بقى الناس اللي هي دايما بتجيب الفراخ وما بتكبرش معاها. الفراخ دي يا جماعه ده بتبقى سرد، يعني ما تجيبهاش. يعني انت الناس اللي هي بتلف على البيوت ديت، ما تحاولي ان انتوا ما تجيبوش منهم فراخ، والله العظيم ده بيبقى خساره لكم. انت يعني بتقعدي تاكلي وبتجيبي علف وبتعملي الحاجات دي كلها، والاخر عندك الفرخ ما بيجيبش كيلو. ما في ناس بتقول ده ما بيجيبش حتى نص كيلو، ده بيبقى حرام ليكي. لو انت حاولتي توفري في حق الكتكوت ده بيبقى خساره لك، ده مش مكسب ولا حاجه، ده بيبقى خساره. حاولي ان انت تجيبي الكتكوت، يعني احنا الكتكوت دوت انا شاريه غالي، بس مش مشكله غالي، بس المهم ان هو هيديني وزن وحجم في الاخر، ده اللي انا اقدر اقوله. وان شاء الله يا جماعه عايزاكم تمشوا بالطريقه ديت. لو انتم مشيتوا ان شاء الله بالطريقه ديت وباذن الله برده هصورها لكم كل يوم ان شاء الله زي الدوره اللي فاتت. لو مشيتوا بالطريقه ديت باذن الله مش هيموت منك فرخ، مش هيتعب منك فرخ، بس المهم تمشي بكل الخطوات والحاجات اللي احنا بنعملها ديت باذن الله. واستنونا في حلقه بكره جايه ان شاء الله هقول لكم انا بستقبل الفراخ على ايه، علشان الناس اللي هي بتجيب الفراخ وبتقول بتموت مني، هقول لكم يا جماعه ازاي تستقبليها او ازاي تحصنيها التحصين الكويس المظبوط. واستنونا ان شاء الله في حلقه بكره باذن الله. ما تنسوش بقى تضغطوا لايك يا جماعه للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.